محمد يوسف والقائم بأعمال مدير الكرة عمل تقسيمة قوية جدا للاعبي النادي الأهلي. دايما بقول لكم التقسيمات بيكون واخد تعليمات من بالتريس كالتيرون، أو هو عنده طبعا محمد يوسف مدرب عالي جدا، عنده فكرة عالي جدا، كان مدير فني النادي الأهلي قبل كده، فأكيد برضه هو عنده بصمات بيحب يحطها مع النادي الأهلي في ظل الأريحية اللي مديها له بالتريس كالتيرون، أو الحرية اللي مديها له بالتريس كالتيرون إن هو يعبر عن فكره في التدريبات. عشان كده محمد يوسف النهارده قاد تقسيمة قوية جدا، وقفها كتير جدا عشان ينفذ فيها جوانب خططية وبدنية أيضا وفنية. التقسيمة زي ما قلت لحضراتكم وقفها محمد يوسف كتير جدا، وقام الجهاز الفني بإعفاء عدد من اللاعبين من المشاركة في التقسيمة: أحمد فتحي، حسام عاشور، وليد أزارو، ناصر ماهر، وليد سليمان، سعد سمير، أحمد حمودي، سريف كلبالي، علي معلول، ميدو جابر، وهشام محمد. دول اللعيبة اللي هما بيشاركوا في المباريات. الكلام اللي أنا قلته في الأول ده بالظبط هو اللي بيحصل في النادي الأهلي. الكلام اللي انا قلته الاول في حضراتكم مع حضراتكم ان اللعيبه دي اللي بتشارك في الماتشات لما بتنزل التقسيمات او تنزل التدريبات دايما بيكونوا حريصين ان هم يثبتوا اكتر للجهاز الفني ان انا استحق ان انا انضم لل 11 لعيب، حتى اللي بيلعب اساسي بما فيهم الشناوي، احمد فتحي، ناصر ماهر، ميدو جابر، وليد سليمان، كل اللعيبه الكبيره دي ما فيش حاجه اسمها في التمرين ان انا عارف ان انا العب ابدا. الكلام ده ما بيحصلش في النادي الاهلي، عشان كده دايما بتلاقي الكلام اللي بقول لكم في الاول في اصابات شويه، في شد شويه، اللعيبه ما بيهزروش، اللي بيلعب ماتش بنزل تمرين لو حتى تاني يوم بيأدي تمرين عالي جدا عشان يفضل حاجز مكانته في التشكيلة الأساسية. عشان كده الجهاز الفني فضل أنه يعفيهم أساسا من التقسيمة منعا للإجهاد الزائد اللي بيشتكي منه اللعيب. أيضا النجم أحمد حمودي نجم الفريق بيعود للمشاركة في تدريبات الأهلي بعد غيابه أمس بسبب شكواه من التهابات في الزور. ألف سلامة عليك يا حمودي. يا حمودي لعيب مهم جدا جدا مع بقية اللعيبة في النادي الأهلي. كل لعيب ليه ثقله وليه وزنه، وأي لعيب يروح النادي الأهلي لازم يعرف أنه هو لعيب عالي جدا عشان استحق الانضمام للقلعة الحمراء. بأكد عليكم تاني يا جماعة،